الدوما الروسي يزور اليوم مجلس النواب ويلتقي برئيسه والوكيلين ورؤساء الهيئة البرلمانية. شكري يواصل مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب لمناقشة تطوير آليات إدارة العمل العربي المشترك. وقبيل أيام من انطلاق محادثات جنيف، لافروف يقول إن التحرك الروسي في سوريا أحدث تغيرا كبيرا في الوضع هناك وأنها ساهمت في محاربة الإرهاب. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد نشر إخبارية موجزة تأتيكم من على شاشة النيل. مرحبا بكم. إلى التفاصيل، يزور رئيس البرلمان الروسي الدوما سيرجي نارشاكين اليوم مجلس النواب المصري لتقديم التهنئة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بانعقاد البرلمان المصري وممارسة مهامه التشريعية والرقابية. من المقرر أن يجري رئيس الدوما لقاءات مع رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء الهيئات البرلمانية الممثلة للأحزاب السياسية في المجلس وممثلين عن المستقلين. للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الأستاذ أكرم الألفي، باحث في الشؤون البرلمانية بالأهرام. أستاذ أكرم، دلالة هذه الزيارة، زيارة رئيس الدوما للبرلمان المصري، وأثر هذه الزيارة في العلاقات المصرية الروسية؟ أعتقد أن العلاقات المصرية الروسية تشهد على المستوى السياسي خلال العامين الماضيين تطور واضح وملحوظ، أن هناك ما نسميه شراكة سياسية واضحة ما بين القاهرة وموسكو. ومن الطبيعي مع تشكيل مجلس النواب المصري أن يأتي رئيس الدوما نظيره المصري في إطار أن تكون العلاقات على كافة المستويات، المستوى السلطة التنفيذية والحكومات ومستوى السلطة التشريعية أيضا إلى جانب العلاقات التجارية. يعني أعتقد أنه خلال أيام قليلة، يعني قبل نهاية الشهر، توقع المزيد من الاتفاقات التجارية بين القاهرة وموسكو في مؤتمر في شرم الشيخ، الى جانب التصريحات الاخيره بشان عوده يعني الطيران الروسي الى مصر والسياحه الروسيه الى مصر خلال شهر فبراير على حد اقصى فبراير المقبل. اعتقد ان هذه الزياره هي تعبير عن ان يعني كافه اجنحه السلطه في روسيا تسعى الى تعزيز العلاقات مع القاهره حتى على قاعده السلطه التشريعيه. وانا اعتقد انه البرلمان الروسي ورئيس الدوما عندما يأتي إلى مصر في زيارة واضحة للتهنئة للمجلس النواب، بيؤكد أولا أن روسيا موقفها السياسي الخاص ب ليس فقط الاعتراف بالنظام الجديد في مصر، ولكن أيضا في تأكيد دعمها لأي خطوة نحو الاستقرار واستكمال خريطة الطريق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يؤكد أن كافة محتر من لا نقول خلافات، ولكن يعني أزمة الطائرة الروسية المنكوبة لن تؤثر على البعد السياسي في العلاقة بين القاهرة ومصر محل. نعم، أستاذ أكرم الألفي، الباحث في الشؤون البرلمانية، شكرا جزيلا لحضرتك. يشارك وزير الخارجية سامح شكري لليوم الثاني على التوالي في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بدولة الإمارات، وذلك بناء على مبادرة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يبحث الاجتماع تطوير آليات إدارة العمل العربي المشترك وكيفية مواجهة التدخلات الإيرانية في الشأن العربي. كان شكري قد بحث مع نظيره السعودي عادل الجبير على هامش الاجتماع الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك وسبل دفعها وتعزيزها في كافة المجالات، بما في ذلك متابعة أعمال واجتماعات مجلس التنسيق المصري السعودي. كما بحث الوزيران القضايا الإقليمية في مقدمتها تطورات الأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن.
وصل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فاريز السراج وصل إلى القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الليبية مع المسؤولين المصريين. من ناحية أخرى رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي أعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام طرعه الأمم المتحدة. وقال النائب علي القايدي إن تصويت البرلمان جاء لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، وطالب الأعضاء بتقديم حكومة جديدة. تستمر حالة الطقس السيء والتغيرات الجوية السائدة التي تشهدها البلاد وصف حسب الخبراء الأرصاد الجوية الذين وصفوا الشتاء الحالي بالأكثر برودة عن سابقيه. من المتوقع أن تستمر موجة من الصقيع وسقوط الأمطار الثلجية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تصل الصغرى بالقاهرة هذه الأيام إلى 4 درجات والعظمى إلى 8 درجات حسب ما توقع خبراء الأرصاد الجوية. استمرارا لحالة الطقس السيء والتغيرات الجوية السائدة التي تشهدها البلاد، وصف خبراء الأرصاد الشتاء الحالي بالأكثر برودة عن سابقيه. موجة من الصقيع وسقوط الأمطار الثلجية تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تصل الصغرى بالقاهرة هذه الأيام إلى 4 درجات والعظمى إلى 8 درجات حسب ما توقع خبراء الأرصاد الجوية. الأرصاد الجوية تحذر من هذه الموجة، حيث تسببت في خسائر في المزروعات في بعض الأماكن ومشاكل في حركة الملاحة الجوية والبحرية، محذرة المواطنين من ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من هذا الانخفاض الكبير في درجات الحرارة مع الكتل الهوائية الباردة جداً. ويقول خبراء الأرصاد إن درجات الحرارة تنخفض بشكل غير ملحوظ، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون متوسطة الشدة على الوجه البحري وخفيفة على القاهرة حتى شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان، إلى متى ستستمر هذه الموجة وتأثيرها على الحلقة الملاحية وحركة الطيران؟ هي طبعا هتستمر الموجة من حالة عدم الاستقرار اليوم وغدا إن شاء الله. بالنسبة ليوم الخميس هيكون في تحسن في أو تخف حدة الموجة، لكن هتكون مستمرة أطول على السواحل الشمالية والخليج. اليوم ان شاء الله هيكون في تكاثر للسحب المنخفضه المتوسطه، يصاحبها سقوط الامطار على معظم انحاء الجمهوريه، القاهره، السواحل الشماليه، سيناء، شمال الصعيد، وايضا هيصاحب ذلك نشاط الرياح والذي يؤدي الى مزيد من الاحتباس ببروده الطقس، ويؤدي الى اضطراب الملاحه البحريه وخاصه على مواني البحر المتوسط. بيصاحب ذلك ايضا انخفاض قوي في درجات الحراره بمعدل من 7 ل 8 درجات، درجه الحراره اليوم على القاهره 11 درجه ان شاء الله، على السواحل الشماليه من 11 ل 12 درجه، على شمال الصعيد من 12 ل 13، وعلى جنوب البلاد من 15 ل 16 درجه. هيستمر غدا هذا الانخفاض في درجات الحراره مع انخفاض اخر في درجات الحراره، تصل درجه الحراره العظمى غدا ان شاء الله على القاهره ل 10 درجات مئويه. طب دكتورة إيمان، هل في نصائح حضرتك تحبي أنك تطرحيها على السادة المشاهدين، خاصة يعني نسبة الشبورة غدا وبعد غد هتبقى عاملة إزاي؟ طبعا هو بداية من يوم في انخفاض في الرؤية الأفقية في الشبورة المائية، وصلت الرؤية على مطار القاهرة وعلى محافظات الوجه البحري ل 600 متر، وطبعا الانخفاض في الرؤيه ده هيكون مستمر اليوم وغدا ان شاء الله. لذلك بننصح كل الساده قائدي السيارات بتوخي الحذر والقياده بهدوء على الطرق، خاصه الطرق الزراعيه المؤديه من الى محافظات الوجه البحري والقاهره وشمال السواحل الشماليه. وايضا بننصح بارتداء الملابس الثقيله الشتويه، وبننصح بعدم ممارسه اي انشطه بحريه على البحر المتوسط. دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. إلى الملف الروسي، حيث جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جدد تأكيده أن التدخل الروسي في محاربة الإرهاب في سوريا أحدث تغيرا كبيرا في الوضع هناك، حيث أنه عالج ثغرات هامة. كما شدد لافروف على أن العملية العسكرية الروسية في سوريا سمحت بقلب مسار الوضع، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية لبلاده تدعو للأمن الدولي ومعاداة الجماعات الإرهابية.
قال منفذ الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، قال إن مباحثات جنيف حول الأزمة السورية ستبحث وقف إطلاق النار على نطاق واسع، ما سيؤدي بالتبعية إلى زيادة وتيرة دخول المساعدات إلى الأراضي السورية، بالإضافة إلى بحث سبل التصدي لتنظيم داعش. أكد ديمستور أن المحادثات ستنطلق في 29 من يناير الجاري، بحيث سترتكز على مبادئ مباحثات جنيف الأولى، وأشار إلى أن قائمة المشاركين في المباحثات التي ستستمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع تضم فئات متعددة وأوسع نطاقا من الاجتماعات السابقة. هذا وتحسم المعارضة السورية موقفها اليوم الثلاثاء من المشاركة في محادثات جنيف التي ستبدأ أولى جلساتها يوم الجمعة المقبل. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي دعت قوى سياسية سورية إلى ضرورة اللجوء للحل السياسي لإنهاء هذه الأزمة. لا يزال السجال هو سيد الموقف بشأن جدوى انعقاد مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية، حيث أعلنت مصادر بالمعارضة السورية أنها ستحسم موقفها من المشاركة في محادثات جنيف خلال ساعات، خصوصا بعد اتهامها لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري بممارسة ضغوط عليها قبل الذهاب إلى جنيف. لم يكن هناك أي ضغوط، ويعني حتى أقول أكثر من ذلك، يعني لا أحد يستطيع أن يمارس علينا ضغوطا، يعني من يستطيع أن يمارس علينا ضغوطا فنحن لا نتقبل الضغوط ولن نرضخ للضغوط، وبالتالي لا أعتقد أن سيد جون كيري يمكن أن يمارس هكذا ضغوط على الثورة السورية أو المفاوضين، لأنه يعلم تماما أنه لا يستطيع أحد أن يفرض علينا أو يمنع علينا الشروط. المعارضة السورية طالبت روسيا حليف بشار الأسد بما سمته ضرورة تغيير موقفها من الأزمة السورية حرصا على استمرار وحدة البلاد. لم نكن نتوقع ولا نريد أن يكون هكذا الموقف الروسي، نتمنى أن يبدل الروس موقفهم إلى موقف على الحد، يعني أن يكون معتدلا، أو إذا كان يعني منحازا للنظام أن يكون أقل انحيازا من هذا الموقف. وبالأخ يعني بكل الأحوال نحن لا تهمنا يعني لا التصريحات الروسية ولا الموقف الروسي، لأن نعلم تماما موقف روسيا هو الداعم للنظام، لن يتغير أكثر من ذلك. المراقبون يرون أن انعقاد مفاوضات جنيف يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة متغيرات عدة، لعل أبرزها تفاقم الحرب في اليمن وانخفاض أسعار النفط وتعرض بلدان عدة لعمليات إرهابية. نحن نتحدث عن جملة من المشاكل أو الأسباب التي تنذر بحتمية الوصول إلى حل للأزمة السورية. حرب اليمن، انخفاض أسعار النفط عالميا، موجات أو النزوح الكبيرة للسوريين إلى أوروبا، إضافة إلى الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا. في الإطار ذاته ترى قوى سياسية سورية أن الأجواء مناسبة حاليا لإنهاء هذه الأزمة عبر الحلول السياسية، خصوصا وأن القتال لم يستطع أن يخصمه أي طرف حتى الآن. الحل السياسي في هذه المرة ستتوفر له كل عوامل النجاح بسبب تطابق وتوافق المصالح الدولية والإقليمية مع المصالح السورية. وفي ظل هذه التجاذبات بين القوى السياسية السورية لحسم الأزمة، يترقب العالم أولى جلسات محادثات جنيف يوم الجمعة المقبل حسبما أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا. من ناحية أخرى، أعلن الجنرال إيغور كوناكشكوف المتحدث باسم الجيش الروسي، أعلن أن موسكو لا تعتزم إقامة قاعدة جوية ثانية في شمال شرق سوريا. أضاف المتحدث أن الجيش الروسي قصف 484 هدفا إرهابيا في 169 غارة جوية خلال الأيام الأخيرة في سوريا. ردا على معلومات نشرتها وسائل إعلام غربية تشير إلى ترتيبات لإقامة قاعدة في منطقة القامشلي في سوريا، أعلن الجيش الروسي أن موسكو لا تعتزم إقامة قاعدة جوية ثانية في شمال شرق سوريا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال إيغور كوناشينكوف أنه لم يتم إنشاء أي قاعدة جوية جديدة لاستقبال طائرات روسية على أراضي سوريا، ومن غير المقرر حدوث ذلك. وقال كوناشينكوف أن هذه المعلومات تهدف إلى طمس التحركات المتزايدة للقوات التركية على الحدود السورية. وتوجد قاعدة روسية في مطار حميميم قرب اللاذقية شرق سوريا. كما أعلن الجيش أنه قصف ما يقرب من 484 هدفا إرهابيا في 169 غارة جوية خلال الأيام الأخيرة في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه بدعم من الضربات الروسية أحرزت القوات السورية تقدما ملحوظا خلال هجومها في شمال منطقة اللاذقية غرب سوريا، موضحة أنه تم تحرير أكثر من 92 كيلومتر مربع و28 قرية في منطقة ربيعة بالقرب من الحدود التركية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية أنها قامت أيضا بتنفيذ ما يقرب من 18 غارة جوية في منطقة دير الزور شرق البلاد. هذا وقد وصل مئات المهاجرين واللاجئين السوريين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية على متن قوارب مطاطية. تعد هذه الجزيرة إحدى البوابات إلى أوروبا، إذ عبر ما يزيد عن 450 ألف لاجئ ومهاجر الجزيرة في طريقهم إلى شمال أوروبا. على متن قوارب مطاطية إلى جزيرة ليسبوس اليونانية قادمين من تركيا المجاورة، وصل مئات اللاجئين والمهاجرين ومعظمهم يشعر بأسا شديدا. من بين اللاجئين سيدات وأطفال كثرة بدا عليهم الشعور بالعياء. هؤلاء اضطروا للتعرض لخطر الغرق في البحر بعد أن حاصرهم خطر أكبر، وهو خطر الحرب وأعمال العنف في بلادهم. أبلغني صديقي بشأن هذه الرحلة، أعتقد أنها جيدة بالنسبة لحياتي، لتغيير حياتي. لا أريد البقاء حيث توجد الحرب في بلدي، بسبب ذلك سوف أذهب وأبحث عن حياة أخرى. وبحثا عن الدفء في وطن غريب ملبد بالغيوم، لجأ الأطفال وذويهم حماية من الأمطار وشدة البرد في رحلة تتجاوز كلفتها من تركيا إلى اليونان $4,000، وذلك لأسرة صغيرة. ستة أشخاص دفعنا حتى الآن $4,000 أمريكي. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنه قد وصل ما يزيد على 18,000 لاجئ ومهاجر إلى أوروبا، أغلبهم قدموا عبر اليونان في أول أسبوعين من عام 2016. وتعد جزيرة ليسبوس إحدى البوابات إلى أوروبا، إذ عبر ما يزيد على 450,000 لاجئ ومهاجر الجزيرة في طريقهم إلى شمال أوروبا. إلى العراق، حيث قصف طيران الجيش العراقي عدة أهداف تابعة لتنظيم داعش، واستهدف تجمعات للتنظيم بمحافظتي الأنبار وصلاح الدين. كما تمكنت القوات العراقية خلال العمليات من قتل ستة من مسلحي داعش في منطقة الصوفية شرق الرمادي غرب العراق. في تواصل للحرب على داعش، قصف طيران الجيش العراقي 3 سيارات مفخخة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي يستخدمها لتنفيذ عملياته، واستهداف تجمعات للتنظيم في قواطع العمليات بمحافظتي الأنبار وصلاح الدين. وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن قوة من قيادة فرقة المشاة 8 عثرت على مركز للقيادة والسيطرة تابع للتنظيم في منطقة البوغانم بالرمادي، مركز محافظة الأنبار يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكذلك العتاد العسكري، وقامت بتدميره. كما تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على مقر مركز الشرطة، وقتلت عدد من الإرهابيين بمنطقة الصوفية شرق الرمادي، بينما قتلت قوات الحشد الشعبية العديد من عناصر التنظيم ودمرت 10 آليات للتنظيم في تكريت وسامراء بمحافظة صلاح الدين شمال العراق. وقالت مصادر أمنية أن القوات تمكنت من تحرير مركز شرطة الكرامة ومحطة كهرباء الصوفية، وتواصل التقدم للسيطرة على كامل المنطقة الشرقية للرمادي. وفي محافظة صلاح الدين شمال العراق قتل العديد من مسلح التنظيم في منطقة تكريت. وإلى اليمن، حيث قتل 8 من ميليشيات الحوثيين وصالح في الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش اليمني والمقاومة والميليشيات في جبال الفردة شمال محافظة مأرب وسط البلاد. في غضون ذلك، سيطر الجيش والمقاومة على مواقع تابعة للميليشيات في الجبال الشمالية الشرقية من سلسلة جبال الفردة. تزامنا، قصفت طائرات ومدفعية الجيش مواقع الميليشيات في منطقة العقبة شمال محافظة الجوف المجاورة للسعودية. من جهة أخرى، دمرت طائرات دول التحالف العربي 3 عربات عسكرية تابعة للميليشيات كانت في طريقها إلى جبل هيلان غرب مأرب لتعزيز قواتهم. كما قصفت الطائرات سيارة تحمل صواريخ كاتيوشا كانت تستهدف مدينة الحزم.
أعلنت الداخلية التونسية تقليص فترة حظر التجوال المفروض في أنحاء البلاد لتصبح من العاشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي. أرجعت الوزارة هذا الإجراء إلى التحسن النسبي للأوضاع الأمنية في البلاد، وأهابت الوزارة بجميع التونسيين الالتزام بمقتضيات حظر التجوال، مشددة على أن كل مخالفة لهذا القرار تعرض مرتكبها إلى الإجراءات القانونية فيما عدا الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي. وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على خطط لبناء 153 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ حوالي سنة ونصف السنة. تقر الخطة ببناء مساكن بالقرب من مستوطنة أرييل وتجمع غوش عطسيون الاستيطاني. كانت الحكومة الإسرائيلية قد جمدت منذ النصف الثاني من عام 2014 والمدة 18 شهرا بناء المستوطنات، واكتفت باستثناءات نادرة في تشريع البناء في مستوطنات الضفة الغربية. في روما يشارك اليوم الرئيس الإيراني حسن روحاني في المنتدى الاقتصادي الإيطالي الإيراني المشترك، وذلك خلال أول زيارة له إلى أوروبا. كان روحاني قد التقى أمس في مستهل زيارته إلى روما بنظيره الإيطالي ورئيس الوزراء، حيث وقع البلدان حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية بهدف دعم علاقات طهران مع الغرب، خاصة بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ ورفع العقوبات المفروضة عليها منذ عقود. من المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني إلى الفاتيكان حيث يلتقي بالبابا فرانسيس، ليتوجه بعدها في زيارة إلى فرنسا. استقبل وزير الخارجية الصيني نظيره الأفغاني خلال زيارته الأولى لبكين منذ تقلده منصبه. وقد أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على أهمية تلك الزيارة التي سيسعى خلالها الجانبان إلى تعزيز التوافق بين البلدين ووضع خطة مستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني وزيادة تنسيق تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. قتل 32 شخصا على الأقل وأصيب 86 آخرين في 3 هجمات انتحارية شمال الكاميرون استهدفت سوقا في بلدة بودو القريبة من معاقل بوكو حرام. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، حيث تتعرض هذه المنطقة باستمرار لهجمات من جماعة بوكو حرام المتطرفة. يذكر أن قرابة 1200 شخص قتلوا منذ أن بدأت جماعة بوكو حرام في 2013 في شن هجماتها على مناطق في أقصى شمال البلاد. جدد حكام 7 أقاليم أسترالية من أصل 8 أقاليم جددوا الدعوة لإلغاء الملكية في أستراليا وإعلان الجمهورية بمناسبة العيد القومي للبلاد. يقضي دستور أستراليا بأنها دولة ملكية وملكتها هي إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، والتي تحظى بدور شرفي بدرجة كبيرة، إلا أنها تملك حقوقا دستورية من بينها حل البرلمان وعزل الحكومة. كانت أستراليا قد أجرت عام 1999 استفتاء على التحول إلى جمهورية، حيث صوت 55% من الناخبين ضد إسقاط الملكية. تعمل الأمم المتحدة على توفير أكثر من مليار دولار كمساعدات إنسانية لجمهورية جنوب السودان، حيث شرد نحو 20% من السكان جراء الصراع الدامي المستعر منذ نحو عامين. وقال منسق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان يوجين أوسو أن 1.3 مليار دولار ستكون الحد الأدنى المطلوب لدعم أكثر من مليون شخص. تسعى الأمم المتحدة لتوفير أكثر من مليار دولار كمساعدات إنسانية لجمهورية جنوب السودان، حيث شرد نحو 20% من السكان جراء الصراع الدامي المستعر منذ نحو عامين. فمنذ الحرب الأهلية في البلاد في ديسمبر من العام 2013 لاقى أكثر من 10,000 شخص حتفهم، وشرد 203 مليون شخص آخرين عندما اشتبك جنود موالون للرئيس سيلفا كير مع قوات تدعم نائبه السابق ريك ماشار.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان يوجين أوسو إن 1.3 مليار دولار ستكون الحد الأدنى المطلوب لدعم 1.5 مليون شخص في دولة تواجه ظروفا تهدد الحياة. الجوع وسوء التغذية في جنوب السودان خلف نحو 4 ملايين شخص يواجهون مستويات الطوارئ وأزمة انعدام الأمن الغذائي منذ سبتمبر 2015، بينهم نحو 30 ألف شخص يواجهون مستوى كارثي للأمن الغذائي. وتذكر تقديرات رسمية أن هناك أكثر من 680 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية. وبسبب تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق والتباطؤ إزاء الخطط الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لم يتم إحراز تقدم سريع بشأن اتفاق السلام الموقع العام الماضي. التحدي الذي نواجهه غير مسبوق. المجتمع الإنساني يأمل بإخلاص أن يجلب عام 2016 السلام الذي طال انتظاره للدولة الشابة المبشرة. ودمرت الحرب اقتصاد جنوب السودان مما أدى إلى تقليص إنتاج النفط الذي يمول معظم الإنفاق العام، مما أدى إلى تردي الأحوال المعيشية بدولة جنوب السودان. وختاما لهذه النشرة الموجزة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. رئيس الدوما الروسي يزور اليوم مجلس النواب ويلتقي برئيسه والوكيلين ورؤساء الهيئات البرلمانية. شكري يواصل مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب لمناقشة تطوير آليات إدارة العمل العربي المشترك. وقبيل أيام من انطلاق محادثات جنيف، لافروف يقول إن التحرك الروسي في سوريا